أنا اللي شغلني دلوقتي غير موضوع عم حسني، إيه اللي هيحصل بعد موت سكن رع؟ كاموس ابنه هيتولى الحكم ويكمل مسيرة أبوه. بس أنا أعرف إن أحمس هو اللي طرد الهكسوس، يبقى إزاي كاموس اللي تولى الحكم؟ أنا قلت كاموس تولى الحكم، ما قلتش إن هو اللي طرد الهكسوس. كلامك صح برضه يا يحيى، أحمس هو اللي طرد الهكسوس، لكن بعد موت كاموس وتوليه هو الحكم. أحمس عشان يطرد الهكسوس فكر كتير، وبعدها قدم للجيش المصري القديم فكرة جديدة قوت موقفه، تعتبر التطور الأكبر في تاريخ الأدوات والأسلحة العسكرية. وبعدين بقى مع صديقك ده يا يحيى. يا سينو ده أستاذي مش صديقي. وبعدين خلاص خلاص كمل لنا أنت الحكاية. هو طبعا أحمس كان صاحب فكرة تطوير العجلات الحربية، وبكده قدر يبقى أسرع من الهكسوس اللي كانوا دايما متفوقين في السرعة، وقدر إنه يهزمهم. لكن إيه رأيك بقى إني مش بس هكمل الحكاية، لا لا لا، أنا هوريك سينو ممكن يعمل إيه. غمضوا عينيكوا يا سينو، غمضوا بس.